بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نواجه في اوضاع صعبه في تونس، وبالرغم من الذبابيه اللي توا والتجاذبات اللي نسمع فيهم ونهار فلان نهار فلان، على كل حال ما ثم اخبار صارعه زاده، مش كلها دنيا معناها سوداء. ومن اهم هذه الاخبار هو كونه الان الرباعي للحوار حصل على جائزة نوبل، مش مسألة بسيطة هذه جائزة نوبل، لكن هذا الشيء يعني جائزة نوبل مش فقط تكريم للأربعة للرباعي ومن يمثلوا، سواء كان الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد الصناعة والتجارة، المحامين وعميد المحامين، وكذلك أيضا حقوق الإنسان، لكن هذا تكريس وللمبدأ اللي احنا مشينا فيه وهو الحلول التوافقية. وهذه بدأت بالوقت اللي قاع مقابلة بين الشيخ راشد الغنوشي وبيني شخصيا في فرنسا، واللي مشينا في هذا الاتجاه. ونهارتها يعني التزم السيد راشد الغنوشي بكونه يلتحق بالحوار الوطني هذا الرباعي، وفعلا من ذلك اليوم كلنا عملنا في هذا الاتجاه وخرجنا بالنتائج. لابد نقولوها هذه، ولو البعض يستحقرها او يستخف بها، النتائج هذه هو كونه كل شيء يمشي بالحوار، وتونس ما عندهاش حل اخر الا الحوار، بالرغم من الخلافات وبالرغم من الانتماءات العقائديه وغير العقائديه والمذهبيه وغير المذهبيه. يعني لابد ان نشوف هذا المنهج، هذا تكريم والتكريس ل منهج الحوار اللي مشينا فيه. ولهذا بالنسبة للمستقبل لا حلول إلا بالحوار. ولهذا أنا اليوم اقتبلت الشيخ راشد الغنوشي رئيس يعني النهضة، وبعد حين باش نتقابل مع السيد الأمين العام لنداء تونس محسن مرزوق، وباش نأكد على هذا. والكلام الزايد والتنطعات والاعتبارات والخطب والاستقالات كلها حكاية فارغة، يلزم نتقابل كل مع بعض وما ما ما نلغيه حتى حد. احنا ضد اي اقصاء حتى متاع الناس اللي قالوا فينا الكلام، وانا نعرفهم وهما يعرفوا شنو نقصد. الكل يلزم يلموا بعضهم، وال يعني الاعتداءات هذه اللي واقعوا البارح بركة في سوسة وهذه ماشية، ما نجموا نتغلبوا عليها إلا بتضامن كل أفراد الشعب التونسي. يلزم يعرفوا هذا، سواء كان اليساريين ولا اليمينيين ولا المتوسطين، يلزم الكل نفهموا اللي هذه حرب داخلين فيها ضد الإرهاب، وما نجموا نكسبوها إلا ما نكونوا مع بعض، وحتى حد ما يلزم يتخلف، واللي يتخلف احنا مش نقولوا للشعب راه هذا مش يعاون فينا. خلي تبدا المساله واضحه، وانا عندي امل كبير، وكون التوانسه كيما كانوا يقولوا القدم وقت اللي تحكر كب، كل واحد يعرف شكون بوه وكل واحد يعرف شكون امه، ولهذا الام والبو هي تونس. ولهذا ان شاء الله نكونوا كل مع بعضنا، وهذه مناسبه نعرف اللي هذا المشروع هذا نتاع الواحد يعني جاتنا فيه مطالب وانا ايدته وتعاملنا من اجل هذا، ونعتقد وانه مستحق. يعني هل التمييز هذا اللي جاء لتونس للرباعي هذا مستحق، وانا نهني قلت الاطراف اللي كانوا في الرباعي، ونهني كل الاحزاب اللي شاركت في الحوار واللي نتيجته كانت الانتخابات اللي عملناها والدستور اللي اتفقنا فيه، وكذلك ايضا الحكومه اللي انبثقت على مجلس الشعب، هذا هو ثمره هذا الحوار. على كل حال تهنينا نهنيه يعني الرباعي، ولكن هنيه الشعب التونسي بتمامه وكماله، وإلى الأمام، والله ولي التوفيق.